غلاديو هو تنظيم شديد سرية، وهو الفرع الإيطالي من منظمة البقاء في الخلف التابعة لحلف الأطلنطي. ثم أصبح اسم غلاديو يرمز إلى تنظيمات وعمليات تلك المنظمة في أنحاء العالم، حيث عمل المشروع في العديد من بلدان الناتو وحتى البلدان المحايدة. Britain and the US established a secret network of stay-behind armies in over 15 European countries, including neutral Switzerland and Austria.